السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم إخواني المتابعين في كل مكان؟ نحييكم في قناتكم من جديد، قناة كويتي ليدر. نحدثكم اليوم من الكويت، وها قد عدنا نحن الآن في رحلة جديدة وأحداث جديدة وبدايات جديدة. هل تعتقدون أننا انتهينا في سفراتنا الماضية ورحلاتنا السابقة؟ لم ننتهي، فما زال هناك الكثير لمشاهدته واستكشافه. خلونا نبدأ رحلتنا. راح نطلع من الكويت ونحن الآن مستعدون to the airport. شنو عندنا؟ شو الجدول؟ خلوها مفاجأة. بس أنا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله متأكد إنها راح تعجبكم. Let's go. شو الجنطة؟ جنطتي. مستلزمات الرحلة فيها، وأغراض إضافية، وأشياء إضافية، كلها عبارة عن أجهزة ومعدات. ولا أنا فاضي أصلاً، ما عندي شيء، حتى ملابس قليل قليل. Good evening ladies and gentlemen. نرحب بكم على متن طائرتنا الخطوط الجوية الكويتية المتجهة إلى مدينة اسطنبول بإذن الله. الساعة الآن تشير إلى 9:30 مساء، ودرجة الحرارة تشير إلى 22 درجة سلسية. سوف نحلق الارتفاع 30,000 قدم، وسنسير بسرعة 1000 كيلومتر بالساعة. مدة الرحلة سوف تستغرق 3.5 ساعات. الوصول المتوقع إلى مدينة اسطنبول في تمام الساعة 1 فجرا. إلى ذلك الحين أتمنى لكم قضاء أسعد لوقات معنا ومشاهد ممتعة. Thank you. الوصول لاسطنبول. وصلنا الحين يا شباب اسطنبول. الحمد لله على السلامة، الحمد لله على سلامتكم جميعا. نحن في اسطنبول، خرجنا من المطار ومتجهين الآن إلى مقر السكن. هيا بنا. هلا بالشباب الدائم، هلا فيكم. وصلنا الحمد لله. نحن الآن وين؟ وين نحن في اسطنبول.
اسطنبول شنو فيها؟ يا هالهوندا الهوندا. ابو فارس شو السالفه؟ رحت اسطنبول ما سويت لنا تمهيد؟ انا اقول لكم ليش ما سويت تمهيد. انا كنت بسوي 30 حلقه ل 30 يوم لشهر رمضان المبارك، عشان يكون عندنا شيء مميز جميل في رمضان، لكن الموضوع قوبل بالرفض. الشباب يقولون لا يا فارس ما نبي، لا تحط لنا بالستوري شغلات خفيفة، ارفع كل شيء باليوتيوب. وتدرون بعد المتابع والمشاهد لحق وكلامه معتبر، مع ان انا كان عندي فكرة انا ما راح اقطع اليوتيوب موجود، لكن اللي يقول لي انا امزج اقعد قدامي شاشة واقعد اطالع الرحلات على الشاشة لا تخرب مزاجي وغيره، يعني نفس الكلمات الكثيرة، فاستسلمنا لمطالب الجمهور. يا شباب هم لهم حق، مع ان انا هم فكرتي جميلة، بس شو اسوي، خلاص راح نغطي الرحلات اول باول. شو نسوي في اسطنبول؟ نطرش. احنا وصلنا الحين وعندنا الهوندا عشان نكمل رحلتنا. شنو قصة الهوندا؟ للمتابعين الجدد، في متابعين قدامى في متابعين جدد. المتابعين الجدد، احنا طلعنا بالهوندا بسيارة من الكويت الى ايران، ومن ايران الى اذربيجان، ومنها الى جورجيا، وثم اسطنبول، على اساس ان بعدها ندخل اوروبا. ما قدرنا ندخل اوروبا، كبست علينا الكورونا، قفلنا هنا في اسطنبول. الرحلة كانت ما وراء القوقاز، دش قوائم التشغيل راح تشوف الرحلة ما وراء القوقاز. بعدها خفت الإجراءات، طلعنا في رحلة زمن الكورونا من اسطنبول إلى بيروت، هم راح تلقاها بقوائم التشغيل. وثم طلعنا في رحلة العودة إلى اسطنبول من بيروت إلى اسطنبول، هم موجودة في قوائم التشغيل. والحين إن شاء الله عندنا قدرة إن إحنا ندخل نكمل مشروعنا في أوروبا. في أوروبا نبي نستكشف، نبي نطالع، نبي نشوف الحضارات والتاريخ والمدن والمناطق، نبي نوصل إلى البرتغال وإلى الأندلس، ونبي نوصل إلى أيسلندا، ونبي نوصل الى بريطانيا، اسكتلندا وايرلندا، نبي نشوف ونتعلم كثر ما نقدر. يعني هذه الفكره والخطه اللي موجوده، كان المفروض احنا طلعنا وشفنا وهذا، بس الظروف ما ساعدت، وان شاء الله الان ناويين نطلع. بس شنو الفكره والرينج خلوه في الحلقه القادمه ابلغكم. الحين احنا وصلنا اسطنبول، وصلنا الان الى اسطنبول، رحت عندنا شوية يعني أشغال في إسطنبول. شنو عندنا؟ عندنا الله يسلمكم الجمارك، عندي مشاكل جمركية، السيارة الحين يمكن طول فترة القطب الشمالي، وإحنا مخلين السيارة هنا في إسطنبول، فعندي مشاكل جمركية وغرامات وجزاءات، والمشاكل هذه بنحلها. وبعدها عندي الله يسلمكم صيانة، لازم اشتغل على صيانة المركبة واجهزها. وهي الرحلة مو في عمق اوروبا، لا، احنا مجرد نبي نجهز المركبة في مكان بحيث نقدر نطلع رحلتنا القادمة هاي باي لندن. فراح نشوف مكان، والخطة راح انسقها ورتبها هاليومين، ونسولف فيها ونسوي الصيانة ونسوي الاجراءات كلها مع بعض. انا بيني وبينكم يعني الفكره اللي ببالي اني اطلع من هنا من اسطنبول، اخذ شرق اوروبا، امشي باتجاه الشرق. وين والخطه والفكره وش بتسوي بالضبط، خنخليه في الحلقه القادمه نسولف فيه، لا الحين انا ما عينت بالضبط، راح اعاين وياكم الفكره ونحددها. وانا الحين اصلا مستوي تعبان، الحين الساعة 3 الفجر وفوق، فخلونا نريح وباكر كل شيء يبين إن شاء الله. راح نبدأ
يومنا في تجهيز الهوندا وإلغاء النظر عليها ونشوف أحوالها. ولكل حادث حديث. إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة وأنتم بصحة وعافية. مع تحياتي أخوكم كويتي ليدر، يحييكم من اسطنبول تركيا. تشاو تشاو وغود نايت.